الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف إن شاء الله مع بعض المسائل التي تهم الطالب في الجامعة، لأن الإنسان إذا دخل إلى الجامعة فإنه يقبل على مرحلة جديدة من عمره ومن حياته ومن تعليمه. والإنسان ربنا سبحانه وتعالى أمر في الدنيا دي إنه يعيش على الإسلام لحد ما يلاقي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فربنا عز وجل وصانا وأمرنا إننا ما نموت إلا ونحن مسلمين، وذلك لا يكون إلا إذا تمسكنا بالإسلام والدين. والإنسان أو البرلوم بيجي الجامعات دي أو بيجي الجامعة بيظن إنه هي مكان فقط للدراسة والقراءة، لكن بعد شوية بيتخلع لما يجي يلقى ناس دارين يمرقوا من دينه ويعطلوا له دنيته ويجعلوه إنسان ينشروا في كلام ما حصل سمع به ذاته، كله عبارة عن طعن في الدين، وكله عبارة عن تشكيك في العقيدة، وكله عبارة عن استهزاء بالإسلام. ويصوروا للطالب الجديد إنه لو أنت داير التقدم، داير العلم، داير الحضارة، داير التطور، فلابد تنسلخ من دينك الجد به ومن أهلك، لابد. بعد ذاك أنت يعني بتمش لي قدام. والأحزاب دي أخواننا الموجودة دي هي عبارة عن تلاميذ لإبليس عليه لعنة الله. أنت بعد ما جيت من أهلك بدين وخوف من الله، وبعد ما جيت إنسان بتصلي وبتذكر الله وإلى آخر، بتبقى إنسان عدو للدين وعدو لله وعدو للإسلام. تبقى إنسان ما عندك أخلاق، لا عندك احترام لصغير لا كبير، بتبقى إنسان مجرد من كل قيمة وخلق طيب انت جد به من اهلك. ولذلك انا داير اوصي وصايا، وبعدين ممكن لو في بعض الاحزاب حاضرين وعندهم يعني اعتراض على كلامنا بنفتح لهم فرصة يناقشونا ان شاء الله. المسألة الاولى يا اخواننا، اول حاجة لابد تعرفها انت كإنسان مسلم في الدين، إنه أعظم وأولى ما في الدين هو العقيدة، لأنه ده الركن الأول في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكل الناس حافظين حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وده الركن الأول من الإسلام، وده اللي بتنبني عليه بقية العبادات وتصح به بقية العبادات. والإنسان لو صلى وزكى وتصدق ووصل الأرحام وبر الوالدين وعرف حق المسكين إلى آخر، لكن ما جاب الحق ده، الحق حق الله ده، لو ما جابه ده ما عنده لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا آخر. فده أولى حاجة في الدين، أول مسألة وأهم مسألة. والطالب يا أخواننا المفروض إنه الإنسان بعد حصل مرحلة زي دي وربنا أنعم عليه وخش الجامعة، يبقى عنده هدف ورسالة، لأنه نحن بلدنا دي
بلد اتملت بالشرك وبنقض الركن الأول من أركان الإسلام وهو التوحيد. وقد يجيك واحد يقول لك يا أخ معقولة يا أخ إحنا لاسي إحنا وصلنا الجامعة تكلمنا في الركن ده جايك أنا أصبر لي يتمهل ما في ناس الركن ده نقضه في شيوعيين جبهة ديمقراطية عليهم دي الملصقات حقتهم مؤتمر طلاب مستقلين استقلال المعرفي للعقل البشري يا بس بعدين شيت حيلك مش عندك عقل ومستقل وبتاع معرفة بعدين بنفتح لك فرصة عرفتها وفي مؤتمر شعبي وفي كيزان وفي أنصار سنة وفي علمانيين تانيين كلهم موجودين ديل مهمتهم إنه ينقضوا لك هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وموجودة طرق والطرق الصوفية دي الخربت أو دي الأساس أساس الأحزاب والجماعات الخربت الدين ودي موجودة في الحلال والقرى والعقائد دي منتشرة بين أمهاتنا وحبوباتنا وعماتنا وخالاتنا وأخواتنا وأهلنا وأجدادنا وأعمامنا ولعبوا بيهم وشالوا عقيدتهم وخلوهم عبيد للبشر يسفوا تراب الشيء التراب بتاع القبب ويتمسحوا بيها ويشربوا الموية حقة الوضو حقة الشيخ إلى آخر إما ستعرف إن شاء الله تعالى. إذن يا أخواننا أهم حاجة في الدين وده اللي بينبني عليه صلاح العمل في الدنيا وقبوله عند الله والفوز بجنته في الآخرة وجميع الأعمال متوقفة على هذا الركن الذي هو أول ركن في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعشان الشهادة دي والإيمان بالله ده يكون صحيح لابد تشهد لله بأربع حاجات. الحاجة الأولى تقر وتؤمن بوجود الله عز وجل لأنه الجامعات دي فيها تنظيمات تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى زي الحزب الشيوعي واسمه في الجامعة اسمه الجبهة الديمقراطية ديل مما تلقاهم ململمين وقاعدين ديل ختام طوالي زي منهم بعيد بتجي تلقى مؤتمر الطلاب المستقلين مما تلقاهم أختام ديل الناس بينكروا وجود الله وديل نحن ناقشناهم في الجامعات أنا ناقشت واحد في السودان واحد في الجزيرة واحد في كسلة واحد في كردفان الأبيض وغيره من المناطق ناس بينكروا وجود الله دي التنظيمات يقول لك الله ماف. وطبعا الكلام ده ما جابه في الجامعة أصل الأحزاب دي عندها رئاسات برا السودان لأنه الحزب الشيوعي تأسس في العالم في الاتحاد السوفيتي وبعدها يتقسم الاتحاد السوفيتي ويتشرزم وبعد ذاك قامت عليه روسيا اللي هم ناس بوتين ديل. والشيوعية في العالم ذاته هلا خلوها ذاته ونسوها ما في الآن نظام اشتراكي بالمعنى جابوا كارل ماركس في العالم الآن ما أتحدى أي علماني ولا أي شيوعي تقدر تجيب لي نموذج لدولة اشتراكية بالمعنى الكتب كارل ماركس في كتاب البيان الشيوعي أو كتاب رأس المال الآن موجود مطبق بكل حذافيره ما بتلقى عرفته. المهم أسوأ ما في هذا الفكر أول حاجة إنكار وجود الله والكلام ده قاله لينين في كتاب اسمه مهمات اتحادات الشبيبة. طبعا أبشر يا طالب يا جديد إنه الأحزاب السياسية دي ما قاعدين يقروا موضوعهم كله في الجامعة إنه يخلطوا ويقطعوا في النجايل عرفته ويمشوا الأركان إلى آخر. لكن واحد يكون عنده فهم يمشي يفتح له كتاب ويقرأ ولو كان منهجه ذاته وتلقى منتمي للحزب الشيوعي لكن حزبه ده كتبه شنو وبقوله فيها شنو وشيخه قال شنو ما بكون عارفة. ده هنا لينين اللي هو أول رئيس لدولة شيوعية في العالم قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله.
فالشيعين ما بيؤمنوا بالله. وهنا في كلية الطب في البلد دي وفي شيوعيين يقول لك طبعا نحن عندنا حاجة اسمها نظرية داروين، داروين ثيوري. أها في شنو؟ يقول لك بيقول داروين اكتشف، أها اكتشف شنو داروين؟ قال إنه أصلا الإنسان ما خلقه الله عشان ينكر وجود الخالق. أها ماله جا من وين طيب؟ يقول لك الإنسان كان عبارة عن خلية أولية، والخلية الأولية اتطورت وبعد ذاك مرقت منها بعض الأشياء وبعد ذاك لحد ما حصلت لحاجة اسمها قردة الثعلاب وبعد ذاك قردة الطلح وبعد ذاك بقت إنسان. دي النظرية حق داروين، وده عبارة عن سواقة بالخلا ساكت. النظرية دي نظرية فاشلة، وما هي نظرية نحن بنسلم لها، لأنه النظرية هي افتراض، هي افتراض، لأنه الأركان بتاعت النظرية والحاجة بتقوم على فرضية. بعد ذاك الفرضية أنت بتخدت لها يعني مسار بتاع حل، خوارزمية بتاعت حل وطريقة عمل، بعد ذاك بتبرهن عليها. هو ده ما اتكلم بطريقة علمية انه يقنعنا انه اصل الانسان كان عبارة عن خلية اولية في مستنقع قذر، لانه كده انت ما حلت انه الانسان جاء من وين ولا انه الخلية جات من وين، لانه بنقول لك ببساطة من اين جاءت الخلية الاولية. الخلية الاولية جات من وين؟ يقول لك كانت في مستنقع قذر. والمستنقع جاء من وين يا ظريف يا شيوعي؟ عرفتها؟ جات من وين الخلية؟ ما بيقدر يجاوب. ولذلك يا اخواننا احنا بنحاجج الشيوعي، نقول له نظريتك دي اول حاجة سحبوها من الاوساط العلمية من بدري، من بدري، ودي كان اللي بيحاولوا الشيوعيين بمعاونة الجبهجية يغرسوها في الشعب السوداني. احنا امتحنا في الاحياء، الكتاب بتاع الاحياء خاتيه واحد اسمه فتح الربعة، ده استاذ بتاع احياء في جامعة الخرطوم، بيدرس في الطب وكلية العلوم. نظرية الانتخاب الطبيعي، أهم لا نظرية الانتخاب الطبيعي فيها شنو؟ نظرية الانتخاب الطبيعي عبارة عن يعني فرضية فاشلة دارين يبرروا بها انه الانسان ما خلقه الله. نظرية الانتخاب الطبيعي انه بيكون في قطيع بتاع غزلان ولا جاموس، بيجوا الاسود بيهجموا عليه، القوية بتجر بتفر بتقعد بتقعد في الحياة يعني، وأما التعبانة والفترانة الأسود بيقبضها وبيأكلها. فبقى الموجود من الغزلان هو القوي، دي نظرية الانتخاب الطبيعي. تاني ما في حاجة. طيب سؤال، الأسد الأكل الغزال والغزال الأكلوها ولا الطبيعة الجارية فيها الغزالة والقش، دي الجم من وين؟ حليتها؟ ما حليتها. فيبقى يا أخواننا الفكر الشيوعي هو فكر انتهى، لكن للأسف الشديد نحن كمسلمين المجارمة والملاحدة لاسي شغالين فينا، شغالين فينا لهسي، عرفتها؟ ديل بينكر وجود الله. أنا لو جيت للشيوعي انت بتقول الكون ده جا من وين؟ يقول لك الكون ده جا صدفة، انه في لحظة من اللحظات قبل مئات او ملايين السنين كان هنالك ذرة وبعد ذاك انفجر الكون، ونظرية الانفجار العظيم. طيب الانفجار ده بيتكون من مواد متفجرة وبيئة بتاع التفجير وفي مواد مشتعلة وشرارة، جم من وين؟ سؤال، انت قالنا بنخليك سايا شيوعي؟ انت قال الموضوع كله حكاية القردة شالت نبقة وخدت نبقة؟ ده ما الموضوع، الموضوع انه منهجك ده باطل. فبنقول لك من وين الانفجار العظيم ده جاء؟ ما بيقدر يجاوب شيوعي الا يقول لك والله جاء صدفه. طيب الصدفه، ناس الفيزياء بيقول لك من صفاتها عدم الانتظام، الصدفه من صفاتها عدم الانتظام. عشان كده انت لما تجي تقرا تخش المعامل ناس العلوم بيقول لك لابد من اعاده النظريه على الاقل 3 مرات حتى بعد ذاك تعمل فيها تقرير. ليه؟ لانه في حاجه اسمها خطا بشري، في حاجة اسمها خطأ بتاع جهاز، في حاجة اسمها خطأ صفري إلى آخر. يعني كونك تعمل لك نظرية الكفاءة حقتها 100% دي ما في. يبقى يا أخواننا الفكر ده فكر فاشل، يقول لك صدفة. بعدين ما ممكن الكون ده كله يجي صدفة. أسي شيوعي لو جيت قلت له الساوند ده
جاء صدفة، والمايكات دي جات صدفة، والراس حق الساوند ذاته يتخلق ويتصنع صدفة، بيختنع ما بيختنع. الموبايلات دي، الموبايل الجي 7 ولا الواي 6 الميم ده، الموبايل ده برضه وجد صدفة، بيؤمن ما بيؤمن. ليه؟ لأنه يعلم إنه ما من مفعول إلا وله فاعل، وما من فعل إلا وله فاعل. بعدين الكون ده، الإنسان البشري بيتخصص فيه مجموعة من الكليات، كلية الطب، كلية التمريض، كلية الصحة العامة، غيرها من الكليات، بيدرسوا جسم الإنسان. ناس الطب جسم الإنسان ده بوزعوه، البقر العيون براهم، والبقر الأعصاب براهم، والبقر العظام براهم، والبقر الجراحة براهم، والبقر النساء والتوليد براهم، والبقر الجهاز الهضمي براهم، والعصبي إلى آخر. العين دي بتخصصوا فيها، يقول لك ده تخصص شبكية، وده قرنية، وداك ما عارف ليك عصب بصري إلى آخر. يبقى يا أخواننا، كونه تجي تقول لي الكون ده وجد صدفة، ده ما بصدق المنهج العلمي اللي انت بتدعيه. يبقى المنهج الشيوعي ده يا اخواننا منهج فاشل، منهج فاشل. الشيوعي يقول لك يا اخي انا ما بؤمن بالله. ليه؟ يقول لك لانه احنا بنؤمن بالاشياء الملموسه، الاشياء الماديه الملموسه. زمان واحد اسمه عصمت الدسيس في جامعه ام درمان الاهليه كان بيرفع كراعه للطلاب في الركن ويقول لهم لا استطيع أن أجزم أن الله موجود أو غير موجود لأنني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية. قلنا له صح، لأنه من أدوات إدراك الذات الإلهية العقل الصحيح. العقل ده لما يكون صحيح بيؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. أما أنت ما عندك وجود، ما عندك أدوات تدرك بها وجود الله عز وجل. لأنه الإنسان لو تفكر في خلق الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. في أي صورة دي؟ يعني هذه للتعجب الذي يحمل الإنسان على الإيمان. في أي صورة؟ يعني ما أبدعها من صورة، ما شاء ركبك. شوف الخلقة بتاعت البني آدم ده كيف، شوف العين دي لو اتفكرت فيها، شوف الهضم، شوف اللعاب الموجود في خشم الإنسان، عرفتها؟ دي أخواننا كلها آيات عظيمة تدل إنه الكون ده عنده خالق. زمان الإمام أبو حنيفة رحمه الله جو جماعة يسمهم السمنية، ديل من ملاحدة الهند، ديل الجمدالات بتاعنا الهند، قالوا له دارين نناقشك في وجود الله. قام قال لهم تعالوا لي بعد يومين ثلاثة. جوه ولقوه يفكر، وأبو حنيفة رحمه الله كان إماما ذكيا. قالوا فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في أمر عجيب. قالوا وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقالوا له أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال لهم الإمام أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان، وأنتم تقولون إن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ يخشف الشجر دبرا. والآيات دي كيف حصل؟ شفت لك نيمة قايمة بالعكس، الصفة أول تحت الواطة وبعد ذاك العروق بفوق، ها؟ حصل لقيت لك بقرة تأكلها في لحمة في شيء يا شيوعي، انت بتاكل في اللحم تلقاه الشيوعي ياكل. لا استطيع ان اجزم ان الله موجود. واللحم اللي بتاكل فيه ده جاك كيف؟ تهرس ومصارينك تهرد، مصارينك شغاله زي الكساره حقت الحجر دي بتشتغل كيف؟ دي ما ايه من ايات الله، عرفتها؟ لكن يا اخواننا الانسان لما يخلي الدين ترى هو بيبقى زي ديل، ديل نمره واحد. فاول مساله في شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هي الإقرار بوجود الله. لأنه بتلقى أنت كطالب جيت الجامعة دي بتلقى في تنظيمات وأحزاب دايرة تمرقك من الإيمان بالله إلى الإلحاد. يبقى ما عندك دين، يبقى ما عندك عقيدة، تبقى إنسان ضعيف. أي بني آدم يقدر يتخطفك
وديل شغالين الشغل بتاع الكفار اليهود والنصارى. انت قال امريكا وكذا وكذا، ديل اللي بيشتغل لهم منه؟ ترى هاي التنظيمات دي، ده نمره واحد. نمره اثنين، الايمان بربوبيه الله. وما معنى الربوبيه؟ في المدرسه زمان بيقول لك جيب لنا رب الاسره، يعني المسؤول منها وكذا وكذا، وهذا المعنى اللغوي. فالرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق للكون كله والمالك للكون ده كله وسيد الكون ده كله بيدبره. ربنا قال الحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله من العدم وبصرف الكون. وده بعدين حيجيك انه ما دام ربنا خلق الكون وخلق البني آدم وخلق له المعادن الموجودة والطاقات المتفجرة والعقول الباهرة، انه الرب ده هو اللي بيستحق للعبادة، والرب ده هو المفروض دينه يحكم. الرب الخلق الكون ده هو المفروض يحكم. وطبعا المسألة دي ما كان المشركين عندهم فيها مشكلة. وهذا ليس معنى لا إله إلا الله إنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله، ده ما معنى لا إله إلا الله، معناه جايك بعد شوية. لأنه ده كان المشركين مقرين به، وبعد ده مشركين. ربنا عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. المشرك أبو جهل وأبو لهب لو قلت له خلق النجوم يقول لك الله، الشمس الله، القمر الله، السماء الله، الواطة الله، البحر الله، اللي بينزل المطر الله، إلى آخر. الليلة عندك الطرق الصوفية بيعتقدوا إنه الأولياء بيشتغلوا الشغل ده مع الله عادي، إنه كون الشيخ يخلق، كون الشيخ يعلم الغيب، كون الشيخ ينزل المطر، كون الشيخ يحيي ويميت، كون الشيخ يعني يمرق له زول من القبر، ده كله عندهم عادي. ديل الصوفية، انت ما سمعت في اللي بيسموها هم مدايح؟ وده ما عنده علاقة بالمديح، ده ما عنده علاقة بالمديح، ده شغل بتاع رقيص بس. أما مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق ده ما بزول بينكره. قال البرعي قال في كتاب هذا اللي اسمه لك سلام مني وفيه صورته وأي حاجة، قال مصطفى عركينة مع ودعالي المكروم وتتى الفلاتي القلب العود مفهوم. قال من أولياء السمانية رجل اسمه تتى الفلاتي. وطبعا يا أخواننا نحن عندنا في الشريعة الجنس ما عنده علاقة بالولاية، يعني جنس معين ده صالح وجنس معين ده فاسد. فأنت بتبقى ولي بصفات الإيمان والتقوى، فقد ممكن تبقى فلاتي ولي، تبقى محسي ولي، تبقى رفاعي ولي، تبقى بر السودان ذاته تشادي ولي، ممكن. لكن تشوف الولاية دي بينالوها كيف. لكن لو قلت أنا ولي وإنت من قريش ومخالف للكتاب والسنة، نحن بنقول لك ما ولي. فده قال ولي، أها ولي كيف إنه؟ قال إنه مرته قالت دايرة خادم وألحت عليه في ذلك. زمان طبعا كان في السودان في خدم بيشتروه من السوق هنا في البلد دي. المهم قال للخادم أو للحوار جيب فاس وتوب، بدل ما يمشي السوق قال للخادم جيب فاس وتوب. قال فذهبنا إلى شجر هناك دي أنا ما عارفة. قال فأمرني أن أقطع عودا على قدر قامة الإنسان وأن أغطيه بالتوب وأن أتنحى منه بحيث أكون قريبا منه. قال ثم أخذ سبحته وجعل يذكر الله بهم عالية، ثم قال يا بخيت يا بخيت يا بخيت، فرأيت ذلك العود تحرك وصار أمة. قال فأمسكتها من يدها، لأنه ما عنده قشة مرة، أنا جايك أصبر لي، عرفته؟ قال وأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. ده معناه خلق الشيخ ده زي ما قال البرعي هنا، معناه خلق من شجرة بني آدم، وده كفر بالله، لأنه الخلق ده حق الله. ربنا قال ألا له الخلق والأمر، وألا له الخلق، له ده شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدأ مقدم وتقديم ما حقه التأخير في اللغة يفيد الحصر والاختصاص، معناه الخلق ده حق الله براه. بعدين ربنا عز وجل قال
البني آدمين ديل ما فيهم بني آدم أنا خلقته إلا أبوكم آدم من تراب، وبقية البشر من ماء مهين. ربنا قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من شجرة؟ قال من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى آخر. ربنا عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من شنو؟ من علق، ما من شجر. لكن الصوفية ديل بيشوفوا الآيات يعرضوها عديل، يعرضوها عديل، شغل بتاع الحاد الرسمي، وكلام كثير جدا موجود هنا في كتاب النور البراق. الشيخ بيقول أنا الله عديل، صفحة 124، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده بتاع الطريقة الختمية، وبيجاي بتاع القادرية، وللأسف الشديد جابه في قناة النيل الأزرق الحوار حقه، بيتكلم قصة الجلوك. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، وده اللي بيخلي الشيوعيين ينمو لما يكون في تصوف. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبه. قالوا شيخ كان داري يصلي العصر ما لقى مويه يتوضى، رسل الحوار جلوك. طبعا اصلا الحوار كحمار، عرفته بيجيبوه بس للشغله دي، يمشي يترسل ويعصر ظهر الشيخ ويشرب مويه الوضو حقته ويخدم الشيخ ويخدم مرات الشيخ، يكون قاعد للفارغة والمقدوده، لا عنده شغله بام لا ابو لا اي حاجه. وبراكم شوف التكايا والزوايا، زريبة المكاشف، زريبة البرعي، شكينيبة زعموط، عرفت ما عارف ليك مين، ود العجوز، ود مين، ود مين، ود مين، كله تلقى في مجموعة قاعدين. ده منو يقول لك؟ يقول لك ده يا اخ ده المريد يا اخ، ليك كم سنة؟ 25 سنة. حصل عيدت مع امك وابوك؟ يقول لك لا لا يا اخ احنا ما مع الشيخ. القاعدك معاه، مقعدك معاه شنو؟ ما عندك اهل؟ ام وابو تبر ماف، ارحام توصل ماف، تلقاه قاعد مع الشيخ ومربله وتفه، تلقى فيها قبل لو لقى طريقه يصلي استزغى، ما بيستحمى وسخان، ويقول لك ديل اهل الله، والله كان قال لي ديل قرابتك انا ما دايره. ما هذا ده الموجود، يقول لك ديل الا ان اولياء الله، ديل دعاة بتاع الشرك. كونوا اولياء لله كيف؟ ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ده قال رسلوا يجيب موية، بعد شوية قال التمساح أكل الحوار خشبه والبحر، لحد ما الشمس قربت تقع الشيخ قال يا أخواننا جلوك وينه؟ قالوا لا والله جلوك مش هيجيب لك موية لكن التمساح أكله. يا زول قال خلاص رحكم للبحر. قال مشوا البحر، الشيخ قال نادى التماسيح، عامل فيها سليمان عليه السلام، شوف الصوفية دي، قال بيتكلم مع التمساح، قال لهم أمرقوا برا، قال التماسيح جو مارقين. قال لهم وين التمساح الأكل جلوك؟ وفي الرواية جابوها في قناة النيل الأزرق، قال التماسيح جن من الشمالية من الشايقية هناك لحد أبو حراز بيجاي، عرفتها؟ قال التماسيح جن. قال لهم وينو التمساح الأكل جلوك؟ قالوا له هدري أمرك جلوك. قال لهم ما بمرق، أظن تمساح وهابي، أمرك جلوك؟ قال لهم، قال لهم ما بمرقه. بعد شوية مرقوا، وانا بتحير تمساح بيبلعك زي الحبه بتاعت الكافليجين كيفين، ما لابد يهرسك. قال بلعوا كده بس، قال جلوك جمارك كانه يونس عليه السلام. شوف الصوفيه ده دارين يوصلوك لوين. قام ضرب التمساح انقلب حجر، رجع الشمس غربت، قام الشيخ رجع الشمس صلى العصر، ثاني رجعه صلى المغرب. طيب الناس صلوا العصر قبل يعيدوا ولا يعملوا شنو؟ ما ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر الآية. العلامة ربنا جعل علامة الشمس دي تكون بها الصلوات. الشمس دي رجعت تاني نعمل كيف؟ والناس الأقام المغرب وبيجوا يصلوا في المغرب أقاموها، وداك شغال مع جلوقة التمثيلية بتاعت سبيستون دي وشغالين يصلوا، بعد شوية الشمس رجعت، يا ناس الحاصل شنو؟ زول صايم وشال التمرة وأكله، بعد شيء تاني الشمس رجعت، شوف الصوفية دي شغالين مضرة كيف؟ أسيدي كرامة كذب. قال جر الشمس، وربنا قال الشمس دي بتجري براها، ربنا قال والشمس تجري
لمستقر لها في تالتة الناس قروا المسند والمسند إليه. ربنا أسند الجريان للشمس، لا في ملك بجرة ولا في يعني صالح ولا ولي ولا نبي بجرة الشمس، الشمس بتجري برا. بعدين من ناحية فيزيائية، انت شيوعي مفروض تتكلموا مع الصوفية ديل، يا شيوعي عامل لك تفة زي سفينب، انت مفروض تتكلم مع الصوفي ده، لأنه ده عبارة عن معارضة للقوانين الفيزيائية. الشمس دي تمسكها بياتو لجام، الحرارة حقتها دي ياتو معدن بيستحمل حرارة الشمس. شوف الكذب حق الصوفية ده كيف. انت يا شيوعي رأيك شنو في الكلام ده؟ مفروض تتفق مع السلفيين في ضرب الشيوعيين، عرفته؟ لكن داك ما جايب خبر، وده لاقي زي ما قالوا لاقي البلد هملة التصوف. هنا في صوفية قال لك بيطرد ملك الموت عديل، هنا في الكتاب ده كتاب زهير الرياض، قال الشيخ عبد الله بعلوي صفحة 134، قال جاو واحد وانشدوا أبيات وبقى صاحبه وحوار له، بعد شوية مات. قال فحضره وشيعه صاحب الترجمة، يعني عبد الله بعلوي حضر الحوار المادة لحد ما دفنه وخلاص جيه تب. الشيخ بقى قاعد بعين لبي فوق. قال فانقبض وجهه ثم استبشر الشيخ، قال وشه انقبض، بعد شوية استبشر. قاموا الجماعة سألوا قالوا له يا الشيخ رأيناك قبضت وجهك ثم استبشرت، الحاصل شنو؟ قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقالا له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. الملكين قال لما قالوا لي المريد والحوار قالوا له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فنظر الملكان بعضهما إلى بعض. يا أخوانا دي عقائد تاع الصوفية، دي الطرق الصوفية مبنية على الكلام ده. قال فنظر الملكان بعضهما إلى بعض ثم أعاد عليه من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. فقالا له مرحبا بك وبشيخك عبد الله. هذا للكتاب بتاع زهير الرياض. وامشي الليلة طابت، ببيعوا لك الكتاب ده، وامشي لجنب المين البري الزاوية بتاعت عبد الجبار المبارك، أسألهم من الكتاب ده، وامشي لهم هناك ناس حسن الفاتح قريب الله، أسألهم من الكتاب ده، عرفته؟ فدي أخواننا عقائد تاع التصوف، ده مناقض للربوبية. عندهم واحد اسمه دكتور قال في جامعة أم درمان الإسلامية ماسك مادة التفسير، اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر، قال الأولياء بنزلوا المطر. قال نحن بعد مرات المطر ما بتنزل بنمشي للشيوخ، قال بيقروا ياسين وبيدفعوا، قال بندفع البياض للشيوخ بيقروا ياسين بينزل المطر. شوف المتاجرة باسم الدين دي كيف. يا صورة ياسين دار لها 50,000، انت ياسين حقتك دي ميزتها شنو؟ انت ياسين حقتك دي ميزتها شنو؟ يقول لك لا 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 ما لابد تدفعوا لي البياض. قال فينزل المطر، قال تلقى حواشتين سوا بيناتهم تقنت ولا ترس واحد، قال فيهطل المطر ها هنا وتمنع انت وما بينهما الا السرابة لانك ما دفعت البياض. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، يعني عشان ينزل المطر، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. ده مسلم داسي المطر؟ هل في أحد من المخلوقين بيقدر ينزلها مع الله؟ وربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، أم نحن المنزلون؟ فالطرق الصوفية دي أخواننا نشرت في بلدنا دي وغيره من بلدان المسلمين، نشرت فيها الشرك ونشرت فيها الضلالة ونشرت فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ودي المسألة الثالثة في مسألة شهادة أن لا إله إلا الله، إنه عباداتك كلها تصرف لله، لأنه ربنا قال ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الليلة بتلقى ناس بيدعوا بغير الله، ادعوا غير الله، زي ما قال لك أخونا اليازجي قبل شوية في المبادرة اللي عملوها الجبهجية، مبادرة قال يحلوا مشاكل السودان، أول ما بدوها بالشرك،
يا الخنجر والخمجاني الغاز والوقود مجاني. ودعوا ما خلوا لهم طاغوت في السودان إلا ندهوه صرفوا له عبادة غير الله وأشركوا به مع الله سبحانه وتعالى. البرعي قال إن بخطب يعني مصيبة كبيرة في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربه التبجيل. وربنا قال لك لو نزلت مصيبة كبيرة ولا صغيرة ما بشيل إلا الله من البلد دي ولا من غيره من البلدان. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالنازل يا أخواننا نشروا الباطل، نشروا الشرك والضلالات، غشوا الناس، غشوهم. جاء في كتاب اسمه بتاع ود بدر ده اسمه سراج السالكين الصفحة 113-114 القادرية قالوا ده والكتاب ده قرضوا الطيب الجد شيخ الكيزان، قال أولياء الله الكمل 8، 4 باليمن و4 بالسودان. طبعا لو بيقوا أولياء الله 8 معناه كلنا نحن ديل كلنا ماشيين جهنم، لأنه الجنة ما بتخش إلا تبقى ولي. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لو ما بقيت ولي ما بتخش الجنة، ولي لله. ده قال أولياء الله الكمل 8، 4 باليمن و4 بالسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن ثم قال وأما الذين بالسودان فمنهم الشيخ دفع الله، قال وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة ودر الدين عليه. ده كفر بالله، الكون ده ما في أحد بيدبره مع الله سبحانه وتعالى. والمشكلة دي أسوأ من مشكلة المشركين الأوائل، ما كان بيعتقدوا إنه الكون ده عنده خالق مع الله عز وجل. قال ومنهم أحمد الطيب البشير، قال وقد ملكه الله الكون 33 عاما فلم ينقص منه جناح بعوضة. قال الله ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة. البعوضة عمرها كلها كم؟ تعملها أيام؟ البعوضة عمرها كله كم؟ الفيروسات والبكتيريا والفطريات عمرها كم؟ ده كل يا أخواننا من الكذب ومن الإلحاد. وده اللي بيقول لك شيوخ، ده شيوخ في السودان والناس بيمشوا ليهم وغشوا أهلنا المساكين. المرض داير عرس تمشي للشيخ، تمشي له في تلقى في السيرة يا بشرة إن شاء الله راجل مرة تموت مشركة وبايرة، بشرة عنده ليك مخزن بتاع عرسان عرفته. امشوا لي امشوا لي ال 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 البنية والشيخ يقول لك نحن دايرين الجنة. جابون في التلفزيون واحدة مسكينة نسأل الله يهديها، مشت لي فرح والتكتوك هنا، فرح والتكتوك قالت نحن لو جاتنا أي حاجة وكده بنجي لأبونا الشيخ فرح وكلها تقضى. والله أبوك الشيخ فرح ذاته عنده حاجات ما انقضت، خليك منك أنت تمشي لي فرح. فرح شنو اللي بيحل لك حاجة؟ لا فرح بحل ولا برعي بحل ولا صايم ديمة بحل ولا أحمد التجاني بحل ولا غيره، لا مخلوق بحل، لا جبريل عليه السلام بحل حاجة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام وبقية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بحلوا حاجة. البحل رب العالمين سبحانه وتعالى، ده حق الله. غشوم تمشي للشيخ تقول لك دايرة ولد، انت ما سمعت البرعي قال في كتاب علام الطريق قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، قال يربط ويحل. أنا ما أعرفه شغال ميكانيكي ولا شنو، يربط ويحل في كل محل غير مس وتفل كم أضى طفل. عشان ما تقول يا أخي الشيخ ده بيزني ولا بيعمل كده، قال لك من غير مس يهبش المرأة ومن غير يتفل بيحول أظن بالشر، من غير مس وتفل كم أضى طفل. ده الشغل بتاع التصوف. وأي زول يبقى خايب أو مرة ما عنده غيرة على عرضه تمشي للشيخ، والشيخ يديك ولد كيف؟ ما يا بالزواج يا بالزينة، ما في واحد تاني، ما في طريق تاني، أصل طريق تاني ما في. وده كمان لما يعمل المصيبة دي المجتمع
ما بصدقك انت المسكينه اللي تدق فيك مقلب، وما بصدق المسكينه اللي تدق فيها مقلب. يقول لك لا لا دي مجنونه دي مجنونه، لانه معاه شفاته دراويش. يقول لك دي مجنونه دي مجنونه يا اخي، معقوله يا اخي؟ يقول لك ابوك الشيخ بيعمل كده، وابوك الشيخ قاعد في الضل ضارب له 12 عتود و16 كوره بتاعت مديد الدخن، عرفتها؟ و12 صفيحه بتاعت الطحنيه. ده انا والله ده حجر ما اجيبه له، خليه اجيب له مره. انت موهوم ولا شنو؟ عرفتها؟ ما بزعل بيساله. الان امشي 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 خش الشغل بتاع البلاغات القديمه. انت عارف الركيني ده 2004 2005 قبضوا ولي ورطه ربنا داري خزيو. جاء واحد ضابط قال له يا اخي المره دي اتزوجنا والله ما ادانا ولد. طبعا دي عقيده خربانه، ربنا ما اداك ولد ما تشكو لي مخلوق، تدعو الله كما دعا زكريا عليه السلام. نبي مد مرته ولد، الشيخ اديك انت ولد. المهم قام الشيخ طبعا عنده نظام، لو لقى المرأة يعني جميلة بقول لك خليها هنا، دخلها على أم الفقرة، ودي ماسكة الكاشير أم الفقرة، أنت ما جايب الخبر. وكمان لو لقاها شينا كده وما عجبته بقول لك عديلة. عديلة وين يا زول؟ عديلة بتاع شنو؟ أنت مجرم ساكت. المهم ده قال لها، شوف الكلام ده غريب كيف، 2005 جابته جريدة الدار، والزمن ده الكيزان كانوا دارين يقبضوا شو خطروا قصوا فيه، لأنه أكثر ناس نشروا الشرك وساعدوا على نشر الشرك هم الكيزان والاخوان المسلمين. ودارين كان يقبضوا الركين لانه وراه ناس، لانه الكيزان دارينه في الانتخابات. وده يوريك انه الاحزاب العلمانيه دي بليده، مع ان الان مسكت السلطه لكن بليده. وانا اتحدى اي حزب الليله يجي يناقش ويجادل في الموضوع ده. عرفتها؟ احزاب بليده ما عارفه الواقع بتاع السودان. واقع السودان ده اغلب البشر الفيو الا من رحم الله صوفيه. عشان كده الكيزان بيمشوا لشيوخ الطرق بيدوا لك جيك سيار جديده، بيدوا كم مليار، بيقولوا لو عندك اي حاجه تعال ديوان الزكاه. كان شيوخ الطرق الصوفيه بيدوم الزكاه وهم ما مستحقينها. المسكين يجيب في ديوان الزكاه 16 يوم يمرق له ب 50 جنيه، لا يعرف يرجع بها البيت ولا ياكلها في بطنه ولا يعمل بها شنو. ادوها لشيوخ الطرق الصوفيه الكيزان. فالكيزان بيمشي لشيخ الطريقه بيدوا الامتيازات دي، عشان بعدين لما تجي الانتخابات، لما تجي الانتخابات الشيخ ده ما عنده جماعه كتار بيجوه. اسي الليله انت مثلا في مناطقنا دي، نحن هنا وبيجاي شرق سنار وغيره وبيجاي المناقل ديل، الا من رحم الله النازب باقي على المكاشف، تتكلم في المكاشف بتدق قرجه طوالي. ديل بيجيبوا لك خليفه المكاشف في الكيزان ايام الانتخابات، بيقول له مش جاي هناك جيك سيارة استلمتها مش هاي ال 300 شوال بتاع فيتريد للدراويش استلمته مش هاي، اثنين زيت واي جداد استلمتين هاي، انتخابات جاي كلم العواليق خلي رمز الشجرة خلي يدوا الشجرة. بيجي ابوك الشيخ والله طبعا، بما انه ابونا الشيخ المكاشفي طار وكان في القبر طلع شنبه، يا زول ده شنبه ولا اريال؟ عرفتها؟ وابوك الشيخ وكده، وبما انكم محبين للطريقه المكاشفيه فصوتوا للشجره. الدرويش الكلام بيجيبوا لك من هناك ما بيفهم اي حاجه، لا بيفهم انتخابات لا تصويت لا برنامج انتخابي لا قوائم انتخابيه لا سقط اسمه، بس بيجي من هناك. وين الشدره؟ وين يقول لهم وين الشدره؟ بدي الشدره وبيفوت. العلماني تلقاه يهرطك، وافتكر انه والمرحله القادمه هذا انت بتضحك حك حكاك نمله انت. انت ما بتفهم البلد دي ماسكينها الكيزان بالتصوف. عشان كده الكيزان حرصوا انه يفتحوا الاعلام قدر ما تفتح تلفزيون السودان، اما لقيت فوقه عش الجبل ولا رشخور ولا فاطمه سفنجات تلقى لك درويش من دراويش البرعي ولا المكاشفي ولا صايم ديما تلقاه يلعلع. اقوماك يا صح ارحني تلم لحسن بكم الببلع نم، ده شيخ ولا جامبو ده؟ عرفته؟ ده الشغله الشغاله في البلد. والعلماني بيجاي برطع وافتكر ولابد من الوعي. انت اوعى يا اخي، انت اوعى سكران، اوعى انت، اوعى انت. دي الاحزاب الموجوده. المهم انا موضوعي ده ما دار امرق منه. فالشغل بتاع التصوف ده انتشر، انتشر لاسباب سياسيه، انتشر لغيرها من الاسباب، لكن لابد يا اخواننا يحارب. ما يحارب لانه نحن موضوعنا كيزان ولا ما كيزان، بنحاربهم
لانه الناس ذي يا اخواننا ضيعوا العقيده بتاعت اهلنا المساكين. لانه انت ابوك اللي بيدفع عليك من دم قلبه لحد ما رباك وبقاك راجل ورباك انت بقاك مرأة، من حقنا عليهم انه بعد ما تعلمنا العلم ده عشان يبقى علم نافع انه نحن ننفعهم بهم. واعظم حاجه تقدمها لابوك وامك تقدم لهم العقيده الصحيحه، تمرقك من عباده الصوفيه وعباده شيوخ الطرق الملقطين القاعدين يغشوا في المساكين، يغشوا فيهم. يا اخ تلقى الزول تعبان سنه كامله بيزرع، سنه كامله يزرع، امرق 10 شوالات الشيخ بيشيل فيهم 5. الشيخ شغال شنو بصفته؟ شنو يشيل بصفته؟ شنو ياكل عرق المساكين؟ عرفتها؟ فده يا اخواننا التصوف انتشر باسباب كثيره، عرفتها؟ فلابد من انه البشر ديل عشان تصح عليهم الشهاده والتوحيد والعقيده انه يصرفوا العبادات لله. ركبوا للناس ريتنزات، حجاب، حجبات. واحد تلقاه لابس له حجاب يقول لك ده حجاب بتاع سلاح. اي زول عنده حجاب سلاح والله انا شلينا تصديق وبيان بالعمل بس. والله آية الكرسي حجابك ده ما يقعد، ده لو كان بجد سحر حجابك ده ثانيه ما يقعد. جيبه هسي، اي زول عنده حجاب جيبه هسي نوريك الشغل فيه كيف. حجاب شنو يا ناس؟ ده شرك. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرقى والتمائم والتوله شرك، لانه الانسان بيتعلق بهذه الطلاسم وبهذه الشركيات ويترك رب العزة والجلال القال له وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإنت لو إنسان مؤمن تمام بتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. أما الإنسان يعلق له حجاب قال يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، واحد قال له ده حجاب ولا برول من فوق لتحت، متوكل على الحجاب. تلقى المرأة يكتبوا لها حاجة اسمها عرق محبة ولا حجاب محبة، تلقى الأمبتارة قاعدين واحد في الجامعة يقول لها، وهو تلقى شيوعي يقول لك نحن طبعا ما بنؤمن بالدين، امشي لبتاع العروق مالك يا زول، يقول لك والله سوسو دي اللي يا مادي زحى مني زولتي زي غبعيد زي جنى الوزين ان شاء الله تنقدك في عينك يا كلب. المهم امشي لبتاع العروق يقول لها اكتب لي، اكتب لي عرق بتاع محبة، اكتب لي عرق محبة لانه ديك فاتت بعيد، وديك بتكون بتكرهه داك يشتغل له شغل بتاع سحر، وديك بتكون بتكرهه بعد شوية تمشي معه. فده يا اخواننا شغل الشغالين الصوفية تعلق بغير الله وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة في شهادة أن لا إله إلا الله إنه لأخواننا الإنسان يؤمن بأسماء الله وصفاته. ومن أهم المسائل في هذا الباب مسألة العلو، إنه الله عز وجل في السماء، دي بس نموذج واحد وده دلت عليه أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ودي عقيدة موجودة مقررة. فأهم حاجة عشان أنت يعني يسلم لك دينك تتمسك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة الثانية المهمة يا أخواننا إنه تبعد من الأحزاب والطرق والجماعات، كلهم تبعد منهم، لأنه ربنا قال كده في القرآن، قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والبلد دي مشكلتها بعد مشكلة التوحيد الأحزاب والطرق والجماعات. الليلة انت عارف البلد دي ما فيها حكومة والبلد واقفة وما قادرة تمشي وما في سياسات بتقدر تطبقها عشان تطور تعليم ولا تطور اقتصاد ولا تطور سوق ولا تطور استثمار من برا. السبب شنو؟ سبب انه الأحزاب متجابدة، جيبوني لما جيبوك، جابوك لما جابوك، انت كنت مع النظام البايد انا كنت مع النظام الما بايد. الأحزاب بتتشاكل، والأحزاب دي كلها المفروض واحد فيها يحكم ماف، لأنه في الشرع في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال رجلان من الأشعريين للرسول عليه الصلاة والسلام وكان يستاك، فقال له ولنا شيئا من هذا الأمر، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه.
مما تيجي تقول يا اخوانا انا رمز القناية صوتوا لي، ما يجيبوك ده في الشريعة، ما يجيبوك. دي مسألة. المسألة الثانية كلهم حكموا، حتى الشيوعيين الكفار دي حكموا هم ذاتهم. كفار دي طبعا هم بيعتبروها حارة، بعدين تعال نوريك كافر كيف. المهم الشيوعيين حكموا البلد 3 يوم، انقلاب هاشم العطا. قالوا الخرطوم ما مكة، يعني لو دارت تصلي تمشي تلقى مواصلات، هذا الظهر جدة العصر مكة، تمشي تصلي هناك. قالوا ما آذن المساجد تنقلب لمداخل مصانع، وثلاثة يوم عملوا فيها مجازر وشغل بتاع دماء، كاتلين 11,000 أنصاري في الجزيرة أبا. ديل الشيوعيين ناس الشفيع أحمد الشيخ وعبد الخالق محجوب، لما كان النميري لما جاء جو معاه والشيوعيين، بعد ذاك انقلب عليهم. 11,000 أنصاري في 3 أيام، دي لما تقسيمها بالآلة الحاسبة بتجيك تقريبا 45.8 أنصاري في الدقيقة، تقريبا كده ديل بيموتوا في الدقيقة. أمشي الآن الجزيرة أبا، لما تجي خاشي الجزيرة أبا بتلقى في حاجة اسمها مقبرة الجاسر، هذول ناس الجزيرة أبا، أنا مشيت هناك. المهم فديل حكموا الشيوعيين أسسوا تجمع المهنيين وحكموا 2 سنين. الآن البلد استفاد شنو؟ غير نشروا لنا الكفر والإلحاد، جابوا وزير التربية والتعليم شيوعي عنده مقطع بتاع فيديو من 2 دقيقة لابس له كمامة زي الشوال بتاع العليقة، عمك كبير عمره كم؟ 80 سنة، وده من قانون الخدمة المدنية مفروض ما يشتغل، عشان تعرف انه الاحزاب دي بتقول لك الكيزان مجرمين، يقول لك الكيزان زمان كان عندهم محاصصات، برضو انتوا عندكم محاصصات، كيزان مجرمين وانتوا مجرمين، والبلد دي ليه الا كيزان ولا علمانين؟ ليه؟ انتوا هنا واقع عليكم في عطاء ولا شنو؟ المهم بيجاي الوزير التربية قام جاب القراي. القراي أول حاجة قال القرآن في المدارس ده كثير، قال ما بينفع مع الطلبة، قال نغير لهم بأغاني بتاعت الثورة بتاعت ناس دي السيسمان، كان داك أنا حنيك ليك، سفنا دردم ليك، فرشنا جيها ليك، ها ده الموضوع يحفظه لأولادنا. قال صورة الزلزلة دي قال ما يقروها للأولاد لأنه بتخوفهم، ونحن لما يمرق لنا يا قراء يا كلب يا ما مسلم، لما يمرق لنا إنسان بخاف من ربنا عز وجل، لأنه صورة الزلزلة بتتكلم عن يوم القيامة والبعث، لما يمرق لنا إنسان بخاف من اليوم الآخر، بخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتقي الله في أموال الناس، ده خير ولا شر؟ ولا تجي أنت يجينا ناس وجي صالح ومين 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 من العواليق دين يجينا منه؟ لكن يا أخواننا ديل مسكوا البلد ما قدموا حاجة، موضوعه كله ختانة لناس ما ختانة لناس، ما عرف لك شنو سرطان الثدي وما عرف شنو، شغلتك دي كيف إنها عرفتها شغلة جايطة. ده الحزب الشيوعي ومعاول البعثيين ناس وجي صالح، وطبعا أحزاب زي دي مفروض في السودان ما تقوم، حزب البعث العربي الاشتراكي، لأنه البلد دي ما ضيع إلا القبليات، نحن عرب وإنتوا ما عرب وديلك عرب وديلك ما عرب، واحد تلقى يقول لك أنا عربي وهو برطن، وجي صالح ده برطن أنا بعرفه، برطن من قبيلة معروفة والقبيلة محترمة عندنا والرطانة عندنا ما مشكلة، لكن أنت ما تجي تدرع عليك مسألة وقضية وفكر وإنت مناقض ذاته. البلد دي ما موضوع عرب ولا موضوع فارقة، البلد دي موضوع الإسلام، إحنا جمع بيناتنا كلنا الناس اللي قاعدين ديل، والمساجد ملانة وغيرها من الأماكن، صلاة العيد، صلاة بتاعت استسغى، كذا كذا كذا، اللي بيجمع بينهم الدين ما بتجمع بينهم القبلية. ولما بدأ الخطاب بتاع القبلية والعنصرية والآن شغال، ترى هون احنا شايفين المشاكل والمآسي في السودان، ودي لو استمرت لي كده تاني البلد دي ما بتقوم لها قائمة، وده الأصل الموضوع اللي قايمين بين العلمانيين والجبهجية والأحزاب السياسية. بتين السودانيين كان بيعرفوا المشاكل دي؟ بتين؟ بتلقى أبوك شغال له زمان شغال في سوق ولا شغال في مؤسسة زي أعمال الري والحفريات، أو شغال في البريد والبر، أو تلقى أبوك شغال في السكة حديد ولا في غيره، بتلقى عنده أصحاب من الشرق، أصحاب من الشمال، أصحاب من الجنوب، أصحاب من الوسط. زمان قبل التلفونات أبوك بتصحى الصباح بتلقى في ضيف جمع أبوك،
بيشيل الملابس حقته تمشي توديها بغادي يغسلوها ويكواليو ويتونسوا ويضحكوا وكذا، امور ماشيه، البلد ماشيه تمام. الان ليه القلوب دي الان متغيره؟ ناس تلقاهم واقفين في الجامع واحد صف واحد لكن قلوبهم خربانه جوا، القلوب اي زول شايل من الثاني. السبب شنو؟ السبب الاحزاب دي، سبب الاحزاب. الحزب لو ما جابوا في سلطه شغالين زي الشماسه في السينما زمان، يا فيها ينكسر كراسيه، طوالي يقوم اخترع له مشكلة قبلية عشان يظهر فشل الحزب اللي هو حاكم، عشان يقولوا الحزب ده تاني ما يجينا يحكم. وبعدين لو جاء انتخابات في الدائرة دي ما يصوتوا له لأنه كرهوا، لأنه اجج لهم موضوع بتاع عنصرية. ده الشغل بتاع الأحزاب الشغال الآن في بلدنا. نحن لابد نبقى واعين يا أخواننا، نسبة المنتمين للأحزاب في السودان، علمانية ولا كيزان ولا غيرهم، ما بتساوي لها 5% من السودانيين. كيف تتحكم في مصير بتاع أمة؟ زمان لما جاء الجنة اللي اسمه الأصم والجماعة متكيفين له ودافرينه لك جايبينه لك ويتكلم، ونحن طبعا ما عندنا مشكلة بتاع الدين، عشان الناس ما يقولوا القحط عندها مشكلة مع الدين، ولكن نحن مشكلتنا مع الكيزان. مسكوا البلد جابوا لك صورة الله مرسومة في كتاب بتاع سنة سادسة، رسموا صورة رب العالمين، رب العالمين جابوا لك عريان عديد، وجابوا قال صورة أبونا آدم ومجموعة من الأشخاص قالوا ديل الملائكة. كفر بالله وإلحاد. القراي بقى يقول للناس، القراي والحزب الجمهوري بعد ما مات أحيوا الشيوعيين تاني، جابوا واحدة فنانة في قاعة الصداقة ما بعرف اسمها منو، قرت صورة عمة باللحن بتاع الأغاني، ده عملوا القحاتة في سنتين دي. لا شافوا مشكلة بتاع الدقيق، لا مشكلة الزراعة، لا مشكلة بتاعت إنتاج ذهب، لا إنتاج نفط، لا مشكلة بتاعت استثمار، لا إصلاح بتاع قوانين، لا 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 لا، بس كان مشاكلهم كلها في دي، لأنه الأحزاب همها إنه تمرق المسلمين من دينهم وتبقيهم ناس كفرة وناس ماشيين غنم الله في أرض الله. ده الموضوع بتاع الأحزاب، عرفتها؟ وبرضو معاهم الجبهجية، والجبهجية ديل هم سبب لأنه العلمانيين يلقوا يدهم في البلد دي، لأنهم نشروا العقائد الخربانة، وهم ممارستهم ذاتها كانت عبارة عن مسخ مشوه لمنهجهم ما للدين. الدين ما عنده علاقة بالجبهجية، الدين ما أمر بعنصرية، الدين ما أمر بظلم، الدين ما أمر تأكل أموال الناس وتضربهم وتتفرعن عليهم وتجي تقيل أدبك باسم الدين. كيزان كوزي يقول لك هي لله هي لله همنه، آية واحدة كوز ما عنده، حصل لقاكم كوز يتكلم هنا. الكيزان كده وريني الفرق بينه وبين العلمانيين شنو. العلمانيين بيسبوا الدين، كيزان بيسبوا الدين. سبعة دين لو ده راسي بشغل لك كوز بيسب الدين اللي اسمه النعمان، ده الاسم النعمان الناس بيعرفوه من بدري، نحن ناقشناه بيسب الدين عديد، عرفت؟ الكيزان أو العلمانيين بيطعنوا في الصحابة، الكيزان بيطعنوا في الصحابة. أبو بكر عبد الرازق ده مؤتمر شعبي، الآن هو مدافع للبشير، مدافع له في المحكمة حقته، المحامي حقه، قال لقد نجحت الحركة الإسلامية فيما فشل فيه الصحابة. والله إلا يكون في الظلم والكذب والتزوير والغش والخداع و صح، ده الصحابة بيفشلوا فيه، الصحابة بيفشلوا في الكذب ما بكذبوا، وبيفشلوا في التزوير ما بزوروا، صح. إذا ده منهجك الصحابة فشلوا فيه، أما إذا مسخك المشوه ده بيسميه دين، ده ما عنده أي علاقة بالإسلام وما عنده علاقة بالدين، ده اللي عملوه الجبهجية. العلمانيين تلقاهم بيجي شغالين حفلات، تلقى الكيزان برضو شغالين حفلات. مرة في جامعة السودان الغربي في انتخابات، الخيمة بتاعت الكيزان بيجي وبتاعت العلمانيين بيجي، العلمانيين يجيبوا فنان عشان يجروا الطلبة زمن ذاك، والكيزان يجيبوا فنان عشان يجروا الطلبة. بعد شيء الكوز قال لهم أيها العلمانيين أو أيها العلمانيون دارين تجارون، قال في الفنانين لنأتينكم بفنان لا قبل لكم به حماد بيت. طبعا هم عندهم قروش، خرطوا الشغلة كلها، كلام فارغ. دي الأحزاب يا ناس، دي الأحزاب. يجيبوا لك واحد جبهجي عشان يكسر التلج للمسؤول منه. شفت مقطع أنا
مقطع بتاع فيديو برضه موجود، كوز بيتكلم لجماعة بتاع دفاع شعبي قاعدين، ونافع قاعد قال والله أخوان أنا كان طبعا كنت نايم وشفت إنه الرسول جاء، وبعد شوية جاء وراه عمر البشير، وجاء وراه نافع وعلي عثمان. أزول أنت بتكون شفت عمر إحساس ها؟ ما شفت الرسول إنت عليه الصلاة والسلام. وقال بعد شوية نافع ما عارف عمل شنو، وشغل بتاع كذب كذب لعب بالدين. عشان كده النازل بيقوا عبارة عن سلم بيطعنوا به والعلمانين في الدين، وديل ما عندهم أي علاقة مع الدين الصحيح حق الإسلام، لا في منهجهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم، ولا بتقدر تميز الكوز كادر الكيزان من كادر الشيوعي، ما بتقدر ذاته. عرفتها؟ دي الأحزاب السياسية ودي المناهج العلمانية. فنحن وصيتنا للطالب إنه تبعد من الأحزاب دي كلها، ولا بتقدم لك خير، ولا أنت بعدين لما تجتهد لك مع حزب من الأحزاب بعدين الحزب ده بجيب لك حقك. الأصم الأسبوع الفات جايبينه مصرح في جريدة، قال أي مرأة أو أي أم تمسك ولدها ما يموت، قال ده ما شهيد، وإنما ده حيموت في سبيل الأحزاب لأنه الأحزاب بالتاجر بدمه. ده الأصم ذاته اللي كان بيقول للناس بنسكب مطر الدم وتمتر رم تر رم وزيد السجن ترباس والطلقة ما بتقتل بيقتل سكات الناس. ده هو ذاته، ده هو ذاته، عشان تعرف إنه الناس يا إخواننا بيلعبوا بأرواح الناس. والشعب السوداني أولاده بقى لعبة، واحد مات جابوا حقه ما في، جابوا الأحزاب ديل ها؟ الأحزاب العلمانية ما مارقة إلا لنشر الشر والفساد. الاعتصام بتاع الجودة لما عملوا الاعتصام الشيوعيين والشفات المعاهم، بعد شوية في شباب في الاعتصام ما منتمي للأحزاب قال يا أخواننا شوفوا في الاعتصام ده نحن ما دارين بيت البس ده بنطلون وكلام زي ده. طوالي جات واحدة اسمها ويام شوقي، يمكن يكون الشباب بيعرفوها، شيوعية ديك عاملة زي القعونجة العافصة زير عافصة زير، شفتها ديك بتقول ليل البيت لما تجي ماشي الساعة 2 بالليل في الشارع يسألوها الشرطة ناس السواري، لا خلاص ما يزالوكي هسي الغنمين جات ماشي 2 صباحا ما بيزالوها ها؟ دي دار الشغلة دي تكون فاكة. جن الاعتصام بتاع الجودة رفعا شعار الفيمينيست ها النسويات، قال ان احنا هوي ما دارين تسلط بتاع رجال، تسلط ابوي، يعني ديل الشيوعيين ديل دارين تحصلوا مرحلة كمجتمع تقول للبيت يا بيت خش جوا ماشي وين الوطن مغارب، تعال لك كده مالك يا راجل في شنو، ده ابوها تقول له نحن ما واحد، المرأة والرجل لابد من المساواة في كافة الحقوق والواجبات. الشيوعيين عندهم شعار بيقول لك مرة ولا دستة رجال، مرة ولا دستة رجال، قلنا لهم من نوعكم ده صح صحيح، من ديل كروسة ما بساوي لهم مرة واحدة، عرفتها. المهم ديل جو قالوا ما دارين تسلط أبوي، جات واحدة شيوعية اسمها حنان حتى أسرتها جزاهم الله خير يتبروا منها، قالت المرأة اللي بيعرس فيها زوجها قالت أنا أدعوها لأن تستعين بصديق، ده دعوة عديل صريحة للزنا، ده الشغل بتاع الأحزاب العلمانية. ولذلك الإنسان يا أخواننا يجي الجامعة دي تجي تستفيد علم دنيوي تأخذ لك شهادة تكافح بها في الحياة اللي بقت صعبة دي، تبقى لك سبب تجي الجامعة دي لو سمعت تسمع لك كلام بتاع خير وأدلة وآيات، تقرأ مصحف تقرأ في المصحف في الجامع، عرفتها، تمشي تخش المكتبة تراجع وتقرأ وتستفيد وتزيد من علمك إلى آخر ما لقيت عندك وقت، أمشي أدقش السوق ده أمرق لك مصاريف بتحتاج لشيتات بتحتاج لكذا بتحتاج لكذا، أمورك بتبقى واضحة. لكن تقعد تباري لي الأحزاب ديل ما بجيبوا لك حاجة، عرفتها. المهم الكلام كثير والرسائل كثيرة، ومعانا أخونا الشيخ أحمد البدوي، فأنا أفتح له الفرصة، تفضل الجزيرة.